الاختصاص نتاعكم. نعود على المواقف الدولية اليوم والخارجية من الاستفتاء ومن الدستور الجديد، وصفوا بالمشاركة الضعيفة، بأنه ما عكسش حقيقة إرادة الشعوب. هل يؤثر هذا في المسار دكتور طبيب؟ اولا السياق عندما نتحدث على العلاقات الدوليه والمعناها معناها ردات الفعل، نحكيوا الساعه من اقرب الى ابعد. اقرب الجزائر عندك ساعه قبل كل شيء، ونعرف الموقف نتاعها، ورينا كيفاش معناها السيد الرئيس معناها فهمني عبد المجيد تبون ولا قال معناها فهمني معناها انه الشرعيه معروفه شكون وانا نتعامل مع الشرعيه هذه. الموقف نتاع الجزائر راه مهم ووازن الى ابعد الحدود، ولازمنا نعيد صياغه الخرائط نتاعنا ساعه قبل كل شيء باش نفهموا العالم وين ماشي. باه انا نجيك هنا في النقطه هذه، علاش تقبل موقف الجزائر اللي هو معاك وداعمك وتندد بمواقف الضد؟ مازلت الاخرين نحللهم، حتى ما موقف الجزائر نحلله. بالنسبه للبلدان الاخرين الناس ماشي بالها معناها النقاش كله يدور حول 25 اصبح من الماضي اليوم. اذا امريكا كاحدى الدول تحب تكتب معادله اليوم في تونس، والمعادله تكتب في تونس راهو ليس للشان الداخلي التونسي، لا 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 للوضع كامل، لا لا الوضع الاقليمي كامل. القوه نتاع معناها الصاعده نتاع الجزائر اليوم معناها فما جبهه كامله اليوم قاعده تتكون ضد ما سمي بهالمشروع السلام الابراهيمي الى اخره. تحب اليوم معناها امريكا تضمن ان تونس ما تكونش في ركب هالمجموعه هذه، بالإضافة إلى معناها مجموعة أخرى من المطالب الاستراتيجية لأمريكا في تونس، وأساسا فتح المجال التونسي أمام لدغون متاع معناها اسمها أفريكا كوم باش تتعدى على المجال الجوي التونسي. لهنا راهو ما لازمناش نحلو فقط بالشيء اللي قاعد نعيش فيه التو، لازم ديما تكون عنا فضلون متاع الأفريكوم اللي هي مفتوحة عندها، كان النيجر ومالي وليبيا، معناها تونس معناها ومصر والجزائر معناها محرمة عليها الأجواء نتاعها، بالرغم اللي عندنا اتفاقات مع أمريكا. أما شيء نحب نأكد عليه اليوم فهمني هو أنه فما دول إلى حد الآن لم نعطي حتى أي نوع من الاهتمام من مواقفها، وهي باش تعبر عليها معناها مستقبلا، خاصة الاتحاد الأوروبي. وعندما خرج بيان الاتحاد الاوروبي، لا لا الاتحاد الاوروبي كدول سنه، راه كي نقول الاتحاد الاوروبي راه في استونيا وليتوانيا ودول معناها فهمني اكثر صهيونيه من اسرائيل معناها، وعندها عداء لتونس كبير. ما ننساوش في وقت من الاوقات راهو جات كوندوليزا رايس عام 2003 وهددت معناها فهمني الرئيس بن علي، وشنو في الاخر اش خذيت؟ روحت معناها فهمني معناها بكف معناها من تونس. يا جماعه نحن قاعدين نحكيو اليوم والجزائر بدات في انجاز اكبر خط انابيب لنقل الغاز من نيجيريا الى ايطاليا عبر الاراضي التونسيه. شوف العالم كيش قاعد يتغير، ونحن لا نزال ننظر الى تلك الخريطه المغلقه وكانه تونس معناها ارخبيل في المحيط الهادي. فمن فما احزاب معناها اغتالت، فما احزاب وسط باعت البلاد، فما احزاب وسط معناها في البرلمان باعت السوق التونسي معناها الاتراك والقطريين على معناها مشاريع مش ماهيش متفاهم على وطن. هذا هو الفرق سي لطفي، راه فما ناس ماهيش متفاهم معانا على تونس اصلا. راه فما شكون في وقت من الاوقات كان معنا فني في المجلس ولا كان معنا فني في قياده حزب يوصل يقول لك ندفعوا الزكاه للاقتصاد التركي من اجل انقاذه، لان تركيا تمثل اليوم هي معناها معناها الطليعه نتاع الاسلام في البلاد. ايش باش نناقش معاه هذا؟ ما نعرفوش رواحنا لحد الان وين ماشيين، ولكن الشيء اللي نعرفوه كونه فما تناغم كبير شفناه بين الرئيسين الجزائري والتونسي، والتصريح الاخير اللي عرشت عليه منذ حين تاع الرئيس الجزائري اللي بالنسبه لي مع الشرعيه، والشرعيه يمثلها السيد قيس سعيد. انا شو نقول اليوم؟ نقول انه في العلاقه مع امريكا التصادم ما عنده حتى معنى. معناها لازم تفهم اللي اليوم صحيح امريكا قاعده تفقد معناها وقاعده تتوخر معناها، ولكن في نفس الوقت معناها فما تشابكات تجعل انه لازم عبد يكون عنده نوع معناها من القراءه الواقعيه للاوضاع. بالنسبه للبريكس شو نقول اليوم؟ فما بلدان كيما الصين والهند مثلا اللي هما يطلعوا انه تونس على مستوى الفوسفات مثلا تمر الى 25 مليون طن تصدير كل عام، وقابلين انهم يمشيوا معنا جوسكوبو لاسباب تهم ما بعد كوفيد. الناس هذوما بحاجه الى الفوسفات التونسي. وعندما نتحدثوا على البلدان هذوما الهند والصين راهم عندهم يضعوا الخرائط نتاع التنميه في العالم، يراو دو غران بلوك ما يراوش بلدان معناها كل بلاد على حده. يراو مثلا غران باسان اللي موجود اليوم ما بين قفصه وما بين معناها خنشله في الجزائر، ويقول لك هذا مزوز ينجم يكونوا هما اكبر ممول لان احنا بالفوسفات، لانه الاقتصاد تاع الفلاحه نتاعهم ولا يعتمد اسونسيلمون على الفوسفات. يقول لك حاولوا تلقاو ما بيناتكم انا كوخ
داكوغ معناها فني باش تنجموا معناها معناها نتعاملوا معاكم ونحاولوا انه نعملوا انجازات تاع تنميه كبيره في المناطق هذه. وعندما نقولوا انجازات راهو نحكي على مشروع قامت به الصين في اسمه في الجزائر في الفوسفات ب 4.6 مليار دولار معناها في العام اللي فات، معناها راهم ارقام خياليه. احنا عندنا دي كاباسيتي، احنا مشكلتنا شنو؟ ما اون نو سي با فالوريزي، ما نعرفوش معناها نعطيو قيمه للاشياء اللي عندنا. اليوم حان الوقت في اطار جوستومون معناها بس التكنولوجيا زاد سير بالطبيعه، لا فقط التكنولوجيا تحل مشكلتها. اما اليوم فما مشاكل عندك لوجستيه مثلا بالنسبه للجزائر اللي افتتحت اكبر معناها معناها منجم نتاع حديد، مش لاقي كيفاش تخرجوا مثلا من الاراضي نتاعها لانه في تندوف في منطقه معناها منعزله. اليوم اكبر معناها منطقه تنجم تكون هي تصدر معناها فهمني الخيرات نتاع الجزائر مثلا هي تنجم تكون تونس، الساحل التونسي المفتوح على الصحراء الكبرى الجزائريه. اليوم قادرين ان نعملوا اشياء عظيمه لاقصى درجه بالشيء اللي عندنا بالقدرات اللي عندنا. رئيس الدولة أمس يجي من مصر ويقول السياسة الخارجية التونسية ستكون مطابقة تماما للسياسة الخارجية المصرية، ثم بعد بضعة أشهر نلقاه رئيس الدولة في احتفالات الجزائر جالس جنبا إلى جنب مع رئيس أثيوبيا اللي هي في خلاف كبير مع مصر على سد النهضة، وكذلك مع قائد البوليزاريو، شيء اللي خلى علاقتنا مع المغرب اليوم تقريبا تدخل في قاطعة كبيرة. أختم بسؤال أخير، هالاصطفاف الجديد هذا شنو احنا اليوم قاعدين رابحين منه؟ تونس توا كنا نحكيه في الساعة الأولى تعيش في أزمة طاقة خانقة. راهو ما ننساوش حاجة، إلى حد الآن منذ 2015 تونس راهي شريك استراتيجي غير عضو بالحلف الأطلسي، هذا راهو التزام معناها نتاع الدوله التونسيه ازاء امريكا وازاء الحلف الاطلسي، وبالتالي معناها ما نجموش نحن الى حد الان برغم الاحراج اللي قاعد يصير من طرف معناها فني السياسه التونسيه للجزائر ما نجموش نخرجوا اليوم على هذا الاتفاق الا في اطار نقاش كبير ينجم يصير على مستوى البيضاء وعلى مستوى الاقليم وحتى مع الشركاء باش معناها فني نعيد النظر في هذه المساله. انه سيادتك حكيت في قمرقات معنا فني على المغرب، المغرب هي اللي اختارت ان تكون عدوة للمنطقه، راه مش نحن جبنا اسرائيل، مش نحن عملنا اتفاق استراتيجي مع اسرائيل، مش نحن جبنا معناها رئيس الاركان الاسرائيلي الى معناها فني الى المنطقه. نعرفوا اللي معناها من بين الاتفاقات اللي صارت من الخمسينات ومن الستينات بين الدول معناها نتاع المغرب العربي ان لا يكون هناك اي حضور معناها اجنبي وخاصه اسرائيلي معناها في المنطقه نتاعنا عسكري على الاراضي نتاعنا. هاي اليوم المغرب هذه كسرت الشيء هذا ودخلت في هذا التحالف وداخله فيما يسمى معناها بالسلم الابراهيمي وامورها، بالتالي معناها اليوم نعرف ان المغرب اتخذت موقف معناها معادي لابعد الحدود للدول الموجوده في المنطقه. حول مساله الطاقيه صار اتفاق مع الجزائر حناخذوا معناها في جزء معناها من الـ من الـ من الغاز اللي يتعدى اليوم معناها من تونس. وراو يا سي لطفي هذاك اتفاق قديم اي قديم اي من عام 83 اي ها باش نوصلوا له عادي اتفاق قديم. ولازم نفهموا اللي فما ناس مازالوا قاعدين معناها فهمني مده اخرى لانه معناها مازالوا متمكنين الى اخره. نعطيك بين الارهاصات مثلا حاجه مهمه، اليوم نعرف مثلا فرنسا اوروبا كامله لا فورس تاكوبا الى فورس بحكان خرجوا من مالي واعنوا انسحاب واعنوا انهم انهزموا في الحرب هذه. فما فراغ باش تخلق اليوم، شكون الفراغ قاعد يعبي فيه؟ تعرف شكون الدوله؟ هي الجزائر. لكن فما وجود لتونس في المنظومه هذه الكل، بقات معناها الامم المتحده، في الامم المتحده البلدان الغربيه كلها سحبت وبقات بعض البلدان من ضمنهم شكون؟ تونس الموجوده بقوه جويه. انه علاقتنا بتركيا، تركيا راو بالارقام دمرت نسيج الاقتصادي التونسي، احالت الى البطاله الاف التوانسه، سكرت الاف المؤسسات الصغرى والمتوسطه وحتى الكبرى. وثانيا علاش الجزائر وليبيا ما نلقاوهمش في الطاقه؟ بالنسبه لتركيا، بالنسبه لتركيا لازم انا من رايي فهمتني عيطوا لهم كما عملت بعض البلدان مع 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 تركيا وقالت لها فوالا هاو معناها فهمني الانخرام نتاع موازين التبادل ما بيناتنا وهات نلقاو حلول. لانه باش نقول لك انا حاجه، تركيا تشري في دي معناها في دي برودوي اللي هما مصنوعين نجح نصنعوا فيهم معناها في تونس من عند بلدان اخرين، وهذا معناها فهمني لازم اليوم معناها فهمني نوقفوا المساله هذه. ثاني حاجه تركيا راهو اخطا اردوغان، راهو فيها معناها حتى نسيج اقتصادي يمكن راهو انه نتعاملوا معاه ونحن احنا نجموا معناها نكونوا معناها شريك قوي معناها معاهم، لانه تركيا راهي دوله معناها قاعده اليوم سي باغمي لي بي ايمرجون اللي لازم ما نستفادوا منهم، اما مش بالطريقه السياسيه الهيمنيه اللي مارسها اردوغان علينا احنا. تا
تعرف الإيطالي هي البلد الوحيد الذي يسمح له داخل الاتحاد الأوروبي أن يستعمل النفط المهرب من ليبيا. تعرفش عليش؟ لأنه في البوليتيك أغريكول كومون الباك ما تنجم إيطاليا تحافظ على نسيجها الفلاحي إلا باستعمال النفط المهرب من ليبيا. وبالتالي يا أخي علاش ما نتلقاوش اتفاق اليوم مع الأخوة الليبيين؟ يا أخي ما نشان نعملوا لا معنا تكرير نفط حتى شيء يا أخوي، ما نجم نجيه في المناطق اللي فيها تهريب من شيرة معرفة من الجانب الليبي ونسهلوا الأمور. تكون في التهريب؟ ليه ليه سنة ليش تهريب يا ودي؟ نسهلوا ليزيشانج يا ودي في وقت ما لوقات الامم المتحده وما ادراك عملت معنا فهمني نفط معنا مقابل الغذاء. انت يا اخويا تونسي لا الحد معنا فهمني معنا متقلق على المستوى الاخلاقي يفتح المجال مع من مع اي طرف في ليبيا. شوف تو نتحدث على اللي يلزم ويصير واللي يلزم واللي زي اي جوستومون في الاكزيكيوشن احنا وي تو انت ربما لمت من قبيله سيد عثمان جراندي وزير الشؤون الخارجيه. السؤال اللي يتطرح هل انه اليوم اداره السياسه الخارجيه بالحق عند عثمان جراندي ولا عند رئيس الجمهوريه؟ سؤال. لا هو فم وزير خارجيه المفروض وزير خارجيه عندك الاجابه ليه ولا ما عندكش؟ احنا نخاف عندي لا ما عندي ما عنديش اون دوني ما عندي معناها تصور. انا نخاف حاجه برك خاف لا تكون لا عند سيد الرئيس ولا عند سيد عثمان جراندي قد تكون عند اطراف ما همش تونس. ما تصورش بون ما تصورش معناها سي با سكو جي معناها ما اش نقول لك انا هي المساله هذه كلها سياديه نحكيوا عليها. علاش فما تحرش في معناها مش كل شيء يتقال فهمني فما معناها امور سياديه الى اخره. اليوم فما معناها امور لازم نحاول نفهموها في علاقتنا مع الجزائر لانه يا سي لطفي هاك انت لاحظت في المده الاخيره الناس تتحدث معناها فني بنوع معناها من العدائيه مع الجزائر في حين انه ما يبني معناها علاقتنا مع الجزائر هي الفائده الكبرى معناها للطرفين. اليوم فما افريقيا معناها قدامنا ولازم معناها تبديل المعادلات وتبديل الباراديغم بالنسبه للناس اللي تخمم في العلاقات الدوليه. افريقيا اللي هي بحاجه الى تونس اكثر ألف مره من معناها فهمني من حاجه يعني. على قريب نعم انه معناها فهمني اليابان باش تحاول ان تدخل في شراكه مع الصين من اجل استكمال لي ترونسون تاع الطرقات التي ستقوم بالتشبيك بين العواصم الافريقيه اللي تنطلق من تونس والجزائر. يعني راه فما امور كبيره اليوم قاعده تستنى فينا.